اليوم جبنا لكم شرح تاع تطبيق ادوب لايت روم اللي راه يعاونك بزاف في التريتمون تاع لي فوتو، يعني ترجع لي فوتو تاعك من هذه لهذه. تابعوا معنا الشرح. بزاف منا عندنا تليفونات ملاح، يعني الكاميرا تاعهم الهاردوير يكون مليح بزاف. واش هو الهاردوير؟ يعني الهاردوير هو الكاميرا اون بيرسون، يعني الماتريال تاعها. بصح لابليكاسيون او السوفتوير تاع الكاميرا يكون عيان شويه، يعني تريتمون تاع الفوتو تكون مش مليحه، وبالتالي تخرج لك الفوتو عيانه شويه، والالوان يجيو باهتين، ولي ديتاي ما يبانوش مليح. المهم تطبيق لايت روم وهو تطبيق خاص من شركه ادوبي المشهوره بتطبيقاتها والبرامج تاعها اللي مختصين في تعديل الفيديوهات والصور والامورات هادو تاع الفوتوغرافي. المهم اليوم راح نشرح لكم تطبيق ادوبي لايت روم كيف تستخدم البريسيت، يعني تشوف فوتو واجده في اللايت روم، تهز الفلتر تاعها كيما راهو وتابليكيه على الفوتو تاعك باش تخرج دي فوتو هايلين. يعني انا شخصيا عندي ريدمي نوت 8 برو، لاباراي فوتو تاعو مليحه بالبزاف، بصح لابليكاسيون تاع الكاميرا ما تخرجش دي فوتو ملاح، كي تشوفهم يبانوا لك عيانين. من نهار بديت نستخدم ادوبي لايت روم يعني دي فوتو قويين بالبزاف، لي كولوري تريغلو، لي ديتاي، شاربنينغ، الاش دي ار. بربي ان شاء الله يعجبكم الفيديو، تابعوا معنا الشرح. اذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، عاودنا ولينا لكم من التليفون هذه المره. هذا هو التطبيق اللي راهي نخدموا به، ادوب لايت روم فوتو اديتور اند برو كاميرا، يعني تلقاوه في بلاي ستور او اب ستور تاع الخاص بالايفون. كما راكم تشوفوا انا مانيش مداير له الميزاجور الاخرى، ها هو يعني خاص بتعديل الصور. نروح مباشره للتطبيق باش نجربوه. كما راكم تشوفوا هنا راح نموديفي على فوتو تاعي، هذه الفوتو اللي راح نستخدمها. اولا راح نعطيكم كيف تنريجستري لو فيلتر اللي حاب انت تابليكيه على الفوتو تاعك. كما نشوفوا هذه مثلا يطلعوا لك هنا في الواجهه تاعو يطلعوا لك الانواع لي فيلتر، ولا هنا القوائم يعني ابستراكت، اشياء، حيوانات، انيمالز، اركيتكتشر يعني البنايات وعديد الاشياء. هنا نخيروا مثلا انا عجبني مثلا هذا الفلتر تاع الصوره هذه، ندخل لها نستنى الخط من الاسفل يشارجي، يعني راهو ينعت لك في التعديلات التي تم اجراؤها على الصوره. ثم ننقر على كلمة إيديت، بعد الضغط على إيديت يطلع لك هذه القائمة. أنت ما تقيس والو في القائمة هذه، لا تلمس شيء، انزل إلى آخر القائمة كما راكم تشوفوا سيف أز بريسيت، ننقر عليها. هنا يمكنك أن تدير يعني قوائم تاع البريسيت تاعك تاع لي فلتر، تقدر تكري قائمة جديدة ولا القائمة الرئيسية اللي ديجا في التليفون، وتقدر تعاود تسميه كما تحب. مثلا أنا نعاود نسمي الفلتر هذا، نكتبو فلتر، ننقر على دون، ثم هنا نتكاو سوف غاردي او سيف. نعاودو نرجعو للصورة تاعنا اللي حاب نمودي فيها، ندخلو للصورة كيما راكو تشوفو هنا في القائمة هذه اللي على الجنب. هذه هي الزوج دوائر هادو، يعني هي سيفد بريسيتس يعني المسجلين. كما راكم تشوفوا انا عندي مسجل هنا بزاف من البريسيت، نبداو نخيرو مثلا هادو، هزيتهم من صور اخرى ديجا. كما راكم تشوفوا شو لاحظوا الفرق في الصوره كيف كانت وكيف اصبحت. نزيدو نغيرو الفلتر، يعني كل صوره يخرج عليها فلتر، تما مش لازم ضروري انه فلتر واحد يصلح على الصور بكل. كما راكم تشوفوا لاحظوا الفرق في لي ديتاي والالوان، يعني تقدر تموديفي اي فوتو تحب، حتى انه لي ديتاي يعني ياكتيفي الاش دي ار، خاصيه الاش دي ار دوريجين. لاحظوا الفرق في الصوره. ولحفظ الصوره يكفي باش اونريجستري اور تو سيف يور بيكتشر،
يكفي أنك تضغط هنا يعني من فوق، ثم تضغط على زر شير، ثم save to device أو الحفظ إلى الجهاز أو انريجستري. ننقر هنا photo being photo exported يعني يتم حفظ الصورة على حسب حجم الصورة تاعك. One photo exported successfully يعني هنا تم حفظ الصورة بنجاح. تروح للغاليري تلقاها تما برب إن شاء الله. كان هذا هو الشرح تاعنا تاع اليوم خاوتي، نتمنى تكونوا استفدتوا ويكون عجبكم لشرح تطبيق ادوبي لايت روم. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الشرح. المهم ما تنساوش جام وكومونتير، اذا جاكم اي مشكل او استفسار اطرحوه علينا في التعليقات وحنا بربي ان شاء الله نجاوبكم ونلقاو لكم حل. ما تنساوش بارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم باش يستفادوا. ما تنساوش ايضا نضل نعاود في هذه ما تنساوش. المهم ما تنساوش سبسكرايب لاشين تاعنا واكتيفي الجرس باش يجيكم لي نوتيفيكاسيون تاع الفيديوهات الجدد تاعنا. نتلاقاو في الفيديوهات الجايين. كان معكم زياد من قناة تيك برو. سلام.